الطريق طويل والمشوار صعب، صعب جدا، بس احنا هنفضل ورا الشخص الايجابي برضو. ما انا عارف عليه كتير، بس هنفضل ورا الشخص الايجابي لحد ما نلاقيه. بقول لك ايه؟ قول. تيجي نعمل كمين. كمين؟ احنا جبنا بنت جميلة تبعنا في الكاست كومبارس معانا، وقفناها على نص الشارع. تمام. وجبنا ولد برضه معانا في الكاست هيعكسها في الرايحة وفي الجاية، وهو هيعكسها لما يكون في حد مقرب منها. ونشوف بقى الحد ده هيبقى شهم كده وعنده نخوة ويقول له عيب ان انت بتعمله ده؟ طبعا مش هيقول. طبعا هنشوف، انت هتشوف دم للركب دلوقتي. اصبر. ادي واحد اهو، واحد اهو. ايه يا توتا الجمال ده؟ ايوه بقى. اهو. ايوه بقى. يا عم. ها؟ اتفرج قدام. ايه الجمال ده؟ ايه يا توتا؟ على المنبنها. هيكسر الدنيا يا معلم. ايوه بقى. هو الدم مش لازم يبقى عند الركب قوي يعني، ممكن يبقى الاول البنطلون. اتفرج اتفرج. بص بص بقى يا عم الشام. ايوه بقى. ايه الجمال ده؟ بص بص المجرم داخل اهو. ايه الجمال ده؟ بص بقى اتفرج. اتنين بقى مش واحد، هيقعدوا في بعض. قالوا يمين يا معلم. الورق اللي في معاه هيمد الوقت في وشه. موبايلك ده جميل. اسمع بقى اسمع. زعلانه ولا ايه؟ مفيش اي حاجه. ده رقم موبايلي بتاعك. اسمه بتاعك. عايز ايه حاجه؟ نعم يا فندم. عايز منها. عايز منها ايه؟ وقت تتكلم معايا يعرف تعرف. عايز ايه؟ حضرتك ايه يا استاذ؟ انت وقت عايز ايه؟ حضرتك عايز ايه؟ في واحد اهو. انت اللي مالك حضرتك؟ انت عايز مني ايه؟